الله وبركاته، اهلا بيكم متابعينا الكرام في حلقه جديده من النشره الطبيه. النهارده هنتكلم عن حبوب ليبراكس لعلاج القولون العصبي والتهابات المعده. قبل ما نتكلم او ندخل في حلقتنا النهارده، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومه، ما تنساش تدعمنا بلايك او شير للفيديو. اول حاجه نتكلم فيها ما هي ده سواعي استعمال ليبراكس. يستخدم دواء ليبراكس مع ادويه اخرى في الحالات الاتيه: قرحه المعده، متلازمه القولون العصبي، التهاب القولون يسمى التهاب الامعاء والقولون الحاد. ما هو تاثير ليبراكس على الحامل والمرضع؟ بالنسبه للحمل، إذا كنت حامل أو تخططي للحمل، قد يؤذي ليبراكس جنينك الذي لم يولد بعد. تجنب تناول ليبراكس خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا أصبحت حامل أثناء العلاج بليبراكس. الرضاعة الطبيعية: قد يمر ليبراكس عبر حليب الأم وقد يضر طفلك. تحدثي إلى الطبيب الخاص بك حول أفضل طريقة لإطعام طفلك إذا كنت تتناولي الدواء. ليبراكس قد يقلل من كمية حليب الأم الذي يصنعها جسمك. ما هي موانع استخدام ليبراكس؟ أخبر الطبيب الخاص بك إذا كان لديك سوء المعاملة أو الاعتماد على الكحول أو الأدوية الموصوفة أو عقاقير الشوارع. لديك الجلوكوما، تضخم البروستاتا، لديك انسداد في مثانتك يسبب مشاكل في التبول، لديك مشاكل في العين، لديك مشاكل في الكلى أو الكبد، لديك تاريخ من الاكتئاب أو المرض العقلي أو الأفكار الانتحارية، لديك تاريخ من تعاطي المخدرات أو الكحول أو الإدمان، لديك مشاكل نزيف، حامل أو تخطط للحمل، ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع. ما هي الجرعة وطريقة الاستخدام لدواء ليبراكس؟ خذ ليبراكس تماما كما يخبرك طبيبك الخاص بأخذه. قد يقوم الطبيب الخاص بك بتغيير جرعتك من ليبراكس إذا لزم الأمر. لا تغير جرعتك من ليبراكس أو توقف فجأة عن تناول ليبراكس دون التحدث مع طبيبك الخاص. بالنسبة للبالغين، العوامل العاطفية والجسدية في اضطراب الجهاز الهضمي، يؤخذ قرص من ليبراكس 2.5 إلى 5 ملي جرام من 3 ل 4 مرات يوميا. متلازمة القولون العصبي، قرص من ليبراكس من 3 ل 4 مرات يوميا. القرحة الهضمية من 2.5 إلى 5 ملي جرام ومن 5 إلى 10 ملي جرام 3 إلى 4 مرات يوميا. جرعة الأطفال: من غير المعروف ما إذا كانت ليبراكس آمنة وفعالة عند الأطفال. جرعة كبار السن: يجب ألا تتجاوز الجرعة الأولية 5 ملي جرام وكلوردبوكسيد 10 ملي جرام في اليوم، وتزداد تدريجيا حسب الحاجة وتحملها والرجوع إلى جرعات الكبار. يفضل أن يتم تحديد الجرعة الدوائية من قبل الطبيب المختص أو الصيدلي. ما هي الآثار الجانبية دواء ليبراكس؟ فم جاف، عدم وضوح الرؤية، غثيان، إمساك، مشاكل البشرة، تورم، دورات الحيض غير منتظمة، زيادة وانخفاض الرغبة الجنسية، مشاكل في التبول، قد يحدث النعاس ومشاكل التنسيق والارتباك خاصة عند الأشخاص كبار السن أو الضعفاء. ما هو سعر الدواء في السوق؟ دواء ليبراكس عبارة عن عبوة تحتوي على 3 شرائط بها 30 قرص، وسعر العبوة الواحدة هي حوالي 10 جنيه مصري. ننصح باستشارة الطبيب المختص قبل تناول أي دواء.
حيث أننا نقدم لكم الروشتة الداخلية ومعلومات عن الدواء فقط، كما أن الدواء لا يصلح لجميع الحالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.